الوقفة الآن هي وقفة احتجاجية، وقفة للمطالبة بالحق، بالحق المشروع، بحق مشروع، بحق مهضوم كانت سبب له هو الوزارة المعنية، وزارة المالية التي أرادت تشتيت أولا مهنة ومهنيين، ثم تشتيت أسر بكاملها. الآن نحتاج لتي أو تني الوزارة المعنية بتعديل القانون المشؤوم، وهذا القانون الذي سيؤدي إلى تشريد عدد كبير من العائلات، وسيؤدي كذلك إلى اجتيازنا الامتحان، ونحن في غنى عنه، لأننا عدنا ما يثبت قانونيتنا، وهو رخص من قبل وزارة المالية واللي هي إدارة العامة للضرائب، ثم كذلك المحاكم التجارية المغربية. لهذا نطلب من الوزارة المعنية التني على والرجوع عن قرارها، وهو خضوعنا أو اضطرارنا للخضوع إلى امتحان المهين. لا نستاذ الامتحان، امتحان إن حلا عشينا واحتجينا، عشينا واحتجينا، الاعتماد اللي بغينا، الاعتماد اللي بغينا. المطالب ديالنا هي مطالب بسيطة جدا، كنطالبوا بتعديل القانون 127/12 المجحف، اللي يعني الهدف ديالو كان هو تشريد العديد من العائلات اللي كتراوح 20,000 تقريبا عائلة، وديال واحد تقريبا واحد 3,000 يعني مهني، حوالي 3,000 مهني، حوالي يعني كما قلت سابقا 20,000 عائلة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المقاولة. وبالتالي كنقول للإخوان المستشارين والنواب ديال البرلمان باش أنهم يعدلوا هذا القانون، باش يعدلوه إحقاقا للحق واحتراما للمبادئ الدستورية اللي قريناها في جميع الكليات المغربية، لعدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة. طبيعة الحال هذه الوقفة هذه أمام الوزارة المالية كذلك بإشعارها بأننا احنا رحنا عازمون على التصعيد، على التصعيد على مراحل تصعيدية جد مهمة، سترى النور قريبا جدا. وكنقول كذلك الإسكاءو بأنها مدرسة نخبوية غير معنية الآن بهذا الملف، بهذا الملف ديال المحاسبين المستقلين. نحن مهنيين تواجدنا، وبالتالي فكنطلبوا منا انها تبتعد عن الملف احتراما يعني ليماج ديالها كمدرسه مغربيه مواطنه، وان هاد الناس كيطالبوا بالحقوق ديالهم اللي هي الادماج للجميع والحقوق المستدامه.